مشاهد مؤسفة خلفها التوتر الذي عاشته ولاية بجاية إثر الزيارة التي قادت سلال مدير الحملة الانتخابية للمرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة للولاية أين انزلقت مظاهرة منددة بالعهدة من الرابعة إلى عمليات حرق ونهب وتخريب لدار الثقافة التي كانت ستحتضن التجمع الشعبي لحملة بوتفليقة مواطنو الولاية تأسفوا للأحداث التي طالت المعلم الثقافي وأكدوا أن أغلب المتسببين فيها من فئة مجهولة وفهمهم ماذا زوح أنا تقول لي زابق لي عجب المصحف لي زابق سل برايت هود الناس ناشي شنخ من لي زابق وكان الناس الماطير سيدي فولر لا مجهورة سيدي فولر اللجنه الولائيه لمراقبه الانتخابات استنكرت الانزلاقات التي عرفتها الحركه الاحتجاجيه موضحه في ذات الوقت ان من حق المواطنين التعبير عن افكارهم لكن بسلميه احنا ننبذ العنف بشده وخاصة تخريب الأملاك العمومية، الملكي، لا ميزون دا كولتور، سي تان بيان بور لا ولاية بجاية، سي تان بيان تاع الشعب تاع بجاية. على أل الشعب ثاني باش نقول له حاجة، عنده الحق باش إل سيكسبريم دو فاس باش باش على كل حال يتظاهر بصفة سلمية ويبرز حتى المعارضة نتاعو لفلان ولا فلتان، ولكن يخلي الناس الحوار مفتوح. التحول الذي عرفته احتجاجات بجايه يذكر بسيناريو احتجاجات الزيت والسكر وكثير من الحركات السلميه التي سرعان ما تنزلق نحو التعبير العنيف ما يطرح اكثر من سؤال حول المستفيد منه خاصه اذا كانت المنطقه التي عرفته هذه المره مشهود لسكانها بنسبه كبيره من الوعي والقدره على التنظيم الاجتماعي